بيخ يا ولد، هذا بس يجي كذا. فذن ستبقى يا ولدي يا ولدي يا ولدي. هم يشيلوا سي اس انا ما ازعل. انت تشيله ليه؟ الله 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 على يورك البدع. الله بس كويس ما كنت تلعب الجيم والله مدعت حمد ربك انه مخليك تلعب والله بيخليك تلعب. يا ولدي ليش تستغرب المنيون؟ احتاجك ليش تاخذهم؟ خلاص ابعد عن الثغرة ابعد ابعد ابعد. لا تموت تقدر تقتلك. لسه شايفه؟ بس جاي انا شايفه؟ اوف لا تديني الالت، يعني استخدم الالت حقتك عشان تاخذ كل، بدل ما تديني اياها، تبغى تاخذ كل، يا اخي انت يا اخي، يا اخي انت يا اخي. يا باشا اوتو اتاك يموت يا باشا. I don't need you to take the kills on behalf of me. يلا قوم شوت داون احسن. باشا كلات هذه علي احسن منك يا باشا. I know what to do with them. هذه مشكلة فهد يعني. يحس بانه هو لازم يكرر الجيم بحاله وما عمره حيتعدى الرانك اللي هو فيه لين ما يخرج من التالتي هذه. يبي يلعب جيم حق 5 نفرات لحاله. بس جايك ترى ها حتموت. اجيك يا جاييني. يلعب سبت وش العب. Very good. بطل. أظن مع فهد يعني النظام لازم ما تلعب معه أكثر من جيمين في اليوم، إنه كل جيم بعدها يبدأ ينتك أو يبدأ ينته. أول جيم يحاول وبشدة، ثاني جيم يبدأ يرجع لعاداته، ثالث جيم يرجع لعاداته الجميلة. الله 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 على يورك البدع. الله 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 يورك. جميل. يا ولدي اخرج انا من الجيم. اخرج قول لي اخرج.
ايش تبغى؟ هم يشيلوا سي اس انا ما ازعل، انت تشيله ليه؟ كله جالس تشيله ولا تقيل يرحمني. تبغى تشيلك كلات ما زعلنا شلته، خليني اخلص الجيم، خليني اشتري ايتمز. وات ذا فك مان، قاعد تشيل كله، قلنا يلا هي اساسا انت سبورت قفله. طيب اس اضغط حرف الاس وقفه اي زفت. عدمت امي طول الليل وانت اوتو 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 تاخذ اوتو عليهم تاخذ اوتو عليهم، ايش الفائده؟ كل الكلات اللي شلتها منها مخلص الجيم، انا كان مشتري فول بيلد وخلصت ام الجيم. نقدر نشيل التاور ونخلص هذا. روح حقك حقك لنين حقونا حقونا. أنا أحسن شيء تسوي بيه تلعب سبيس، شو سبيس يقدمه بيها اوت سبيسنج، تضرب يبطا وترجع على ورا، يرجع عليك ترجع على ورا، نقتلهم كلهم. يا اخي اول هذا بس يجي كذا وي كان كيل وي كان كيل جو. في زهر زبالة نشتغل نشتغل حقهم حلالا بلالا. باك انت تشتغل جي جي مان اكتر اكتر. انا خلاص في البلد ما عاد احتاج شيء. لا يا شيخ ام ذا سبورت بعد ما شال كل شيء وخلص ام ذا سبورت يقول لي اشاك عفريت. اوكي خايف ليه تخليش عليا؟ اوكي ثانك يو اوكي يو كان دو ات. going for more تجي الله هيك تعال اخي صعب الجيم هو سهل والله ليال ما ادري ليش جيم سهل لا يخلص لا 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 support gap indeed والله I'm trying hard I know I know no, that's not your problem your problem is not you're not trying hard problem is you're trying hard in a direction that is weird. تلعب معايا زي كأنك تلعب سولوكي انا ما تقدر تعتمد علي ولا تقدر تعتمد علي اقدر اكري ولا ما اقدر اكري اذا اقدر اكري ليش ما تعطيني كله سولوكي وتلعب انت مع ناس زبالين ما يعرفوا ايش يسووا صح فتبغى تاخذ منهم كل حاجه عشان يو تراي هارد انت لما يو تراي هارد كده معايا انت تشيل مني ريسورسز لما تشيل مني ريسورسز تاخرنا في الجيم ليش نتاخر في الجيم عشان انت تبغى تكري انا اوريدي مفيد قول انا برا الجيم معليش يلا انت كري انا مفيد انا عندي 9 كلات وهذا وانت ايش جالس تعافرني خلص الجيم يا ريت اخلص الجيم لا ما تخلص الجيم تعال معايا اجري ورايا انت امسك وانا اكبس وانا ارفع اخلص الجيم عندي دامج لا انا ابغى اروح اجيب كلات انا ابغى اروح سايد لين فز الزبال هذا البرونز جالس يقتلك في السايد لين ليه انا مش فاهم يعني اللي عملته كويس ولا مو كويس لا مو كويس لما تسرق كلات من الاي دي سي اللي مفيد مو كويس لما التيم حقك متاخر وانت تاخذ الكلات عشان تكري كويس فاهمني